كما شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ومنتسب الهيئة بيوم البحرين الرياضي، وذلك بإقامة فعاليات رياضية في حديقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة في عوالي. بهذه المناسبة صرح الدكتور ميرزا بأن اليوم الرياضي يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل لجميع موظفي الوزارات والجهات الحكومية، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية تعزيزا لمفهوم الرياضة للجميع وتحقيق الوعي أهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع من الناحية الصحية والاجتماعية. كما أشاد رئيس هيئة الطاقة المستدامة بهذه المبادرة التي جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بتخصيص نصف يوم عمل لممارسة النشاط الرياضي لما له من تأثيرات إيجابية من جوانب عديدة، فهي تسهم في زيادة الوعي بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والثقافة الرياضية والصحية، وتعود بالصحة على الموظفين مما يزيد في مستوى الإنتاجية.